نكمل الموضوع ده. ايه والشباب كنا بيقول ان هو اللي مثلا في البرفيوجن سكان، في الفنتليشن برفيوجن سكاننج، هنا انا لو طلع عندي بوزيتيف فانا هروح لمور انفستيجيشن عشان اكد. دي هتبقى اختيار بتهيألي سيء كده، يعني الواحد يعمل سي تي بالموناري انجيو، وبتهيألي الاختيار ده هيبقى افضل من ده، عشان ده هيبقى يعني وهتبقى فعلا individualized يا دكتور حسين. يعني مثلا لو لقيت الام نفسها عندها history positive history جامده maternal breast cancer، يعني كل حاجه هتبقى ليها طبعا على حسب يعني وضع، وضع المريض. حسب مريض وحسب الراديولوجيست، يمكن عندها مشكله في الكلى اصلا مش هينفع تديها، تعمل لها واحد منهم كده يعني. صح، الله ينور عليك، صح تمام، صح 100%. طيب ناخد سؤال كمان.82-year-old man see his GP to discuss his medication. He complained of shortness of breath and minimal exertion and says that he now has to sleep upright in his armchair. He is medication include lisinopril, risperidone, furosemide, aspirin, simvastatin, nifedipine, metformin. Physical examination, heart rate 69. وريجولار with blood pressure 180 على 100. البريفري سكول الكاروتة بارس difficult to palpate. He has sustained apical impulse palpable at the fifth intercostal space in midclavicular line. He has palpable thrill in second intercostal space at the right sternal border. Right second، يبقى احنا كده ناحية ايه الأورطة. Where his GP here allowed crescendo decrescendo murmur which radiate to his neck. He has a quiet S1 and inaudible S2 and allowed S4. His chest is clear, auscultation. We noted to have positive one peripheral edema. شوف the following physical examination find the muscle just of severe aortic stenosis. قلنا السيفير يبقى ايه؟ ما فيش second صح؟ second inaudible S2 inaudible S2. انا افتكر يا دكتورة عائشة كان عدى علينا سؤال وانت كنت مشيراه، كان في الباص تيست زمان، يعني بين ال ال والاس 4 صح؟ فاكر السؤال ده؟ لا مش فاكر. ده السؤال ده يعني كان هل السيفير اورتيك ستينوزز ايه اللي يقول لي ان هو سيفير اكتر؟ هل انه لاود اس 4 ولا مافلد اس 2؟ يعني الاس 2 لا، المفلد S2، S2 هو اللي بيشير اكتر للاورتيك فالف، لانه S4 ممكن يكون في حاجات اخرى، بس المفلد S2 دوت بيشير اكتر للاورتيك فالف بشكل عام. يعني صح، هو ستينوز لدرجه انه ما فيش، ما بي مش بيطلع صوت خالص، بيقفل بالراحه فما بيطلعش صوت. صح تمام، صحيح. نشوف الاكسبلانيشن بتاعها. Aortic stenosis of the S2 is a feature of severe disease. Feature identified on physical examination that is the most suggestive of aortic stenosis is an inaudible second heart sound. The loudness of murmur doesn't correlate with its severity. In the case of regurgitation murmur, for example, quiet murmur can present severe regurg as there is early equalization between the two cardiac chamber involved. يبقى بالعكس الميمبر لما بيكون صوته قليل برضه في الريجيرش بيكون بيدل ان برضه الريجيرش ده سبير، عشان حصل ان الاتريوم هو كمان بدا يبقى البريشر بتاعه عالي لدرجه ان هو بقى زي ما بيقول بيحط راسه براس الفنتركل يعني خلاص. Quiet S1 may reflect significant aortic valve calcification but doesn't necessarily reflect the severity of stenosis. Palpable thrill and narrow pulse pressure can occur in severe aortic stenosis, but are not an indicative of severe aortic stenosis and in if as an absent secondary. هما مش indicative زي قوة إن يبقى في absent heart sound إن تكون indicative. Aortic stenosis قريتوها؟ نقراها؟ اه تمام. كلينيكال هيكون شست بين وديزنيا وسينكوب.
سنكوب برضو دي مهمة. طيب هو بيكون ايجكشن سيستوليك ميرمر بنسمعه فين؟ قلنا زي ما قلنا الرايت سترنال بوردر، ممكن في السكند انتركوستال. سيز ديكريز او يكون راديتد تو ذا اورت، ديكريز فولوينج تو ذا اس دي كاروتيد، ديكريز فولوينج ويز فالسالفا مانوفر. طيب فيتشر السيفير ستينوز، هيبقى في نار وبالس بريشر، في سلو رايزنج بالس، في ديليد اند سيستوليك، انت ستوريك ايه ميرمر ولا انت ستوريك ايه سوفت او ابسنس تو اس 4 وسريل. طيب ديوريشن اوف ميرمر برضو بتقول الفيتشر بتاع سيفيريتي، والليفت فينتريكل هايبرتو في اوف فيلير. ايه الكوزيس اوف اورتيك ستينوزيس؟ هيحصل ديجنريتيف كالسيفيكيشن، ده الموست كومن في الاولدر أكتر من 65 سنة، ده السبب الاستينوز اللي هو العادي السبب بتاع الهايبرتنشن عامة، أو يكون باي كاسبت أورتيك فالف، ده في اليانجر بيش تحت ال 65 ده هيكون باي كاسبت. احنا قلنا باي كاسبت ده اللي هو التيرنر مش كده؟ ولا كان المورفين؟ التيرنر كان باي كاسبت معاه برضه صح؟ الاثنين اكو اركيتيشن مورفين كو اركيتيشن. ايه يا دكتور محمد؟ ده اعتقد في الاثنين، في المارفن وفي الـ وفي الـ وفي الترنر. المارفان كان بيبقى الترنر كان في كوركتيشن، هي الاص هي المارفان كان الاشرف. متهيألي معاه اورتيك ريجيرج ومعاه اللي هي البرولابس، مايترال برولابس ايوه جيرج، اللي كان معاه الترنر اللي كان معاه البايكاسب والكوركتيشن. ايوه الكوركتيشن اشهر وبعدين البايكاسب. تمام. طيب ويليام سندروم ده اللي هو السوبرا فالفولار اورتيك ستينوزيس، في بوست تروماتيك ديزيز او سوبرا فالفولار اللي هو الهوكام اللي هو الفانكشنال ستينوزس. طيب المانجمنت اف اسيمتوماتيك زين اوبسيرف ذا بيشنت، ده جنرال رول. طب لو سيمتوماتيك هنعمل فالف ريبليسمنت. طيب لو في اسيمتوماتيك لكن الفالف جريدينت بدا يبقى اكتر من 40 ملي ميركري هنعمل، وفي فيتشر ساتش از ليفت فينتريكولار سيستوليك ديس فانكشن ذس كونسيدر سيرجري كونسيدر، لكن برضو مش رول يعني، لكن هي انت هتعمل كونسيدرنج لما يكون فالف جريدينت اكتر من 40 وهو برضو لسه اسيمبتوماتيك لكن انت شفت ان في سيستوليك ديس فانكشن بدا يحصل. طيب لو عندك كارديو فاسكولار ديز اكزيست زي مثلا انت كده كده الانجيوجرام از اوفن دان بريور تو سيرجري سو ذا بروسيجر كان بي كومبايند، يعني في الغالب اللي بيخش يعمل يغير اي صمام بيعملوه انجيو قبل ما يدخل علشان لو في حاجه يعملوها بالمره وهم بيغيروا الفالف. بالون فالف بلاستي از ليميتد تو بيشنت ويز كريتيكال اورتيك ستينوزس هو ار نوت فيت فور فالف ريبليسمنت، يعني البالون ده مش هيتعمل الا كحاجه بس كده سيمتوماتيك ريليف لواحد كريتيكال. قلنا ده نفس الطريقة يا دكتور محمد بتهيألي اللي انت قلتها، اللي هي بيخش من السبتم برضو، التاني كان بيعمل كان بيصلح بيعمل باين كان بيعمل ايه في الفالف كليبينج باين ولا ايه؟ ما هو ستينوزيس يعني يفتحه بقى البالون يعني يوسعه، البالونك هيوسعه. التاني كان في ال... كان في الاورتك كان في الاورتك التاني كان في المايترا لما قالوا احنا مايترال. ممكن اه نعمل سوري كليبينج، نعمل كليبينج عشان نضيقه شوية الجيرش. ده بيتهيألي الأورطة مش بالإضافة هتدخل خط للسيبتم هنا، لا صح. وبالإضافة كمان اللي أنتوا قلتوه إن إحنا الأورطة بيتغير بقى توتالي بالقسطرة برضه. يعني يا إما الفالفو بلاستي، الفالفو بلاستي ده يعني أنت لو عندك عيان، لو عندك ستينوتيك فالف وأنت مش عايزة تغيريه زي ما انت قلت كده، في ايمرجنسي بست حامل وعايزه مثلا تصبر لحد ما تولد، الحاجات دي كلها، او مثلا عيان داخل العمليه ايرجنت وانت عايز ما يحصلوش حاجه جوه العمليه وهو في اكيوت بالمونري دي، حاجات زي دي يعني، الحاجات الايمرجنسي دي، فانت هتضطر تعمل له حاجه اسمها فالفو بلاستي. فالفو بلاستي يعني ايه؟ يعني انت بتجيبي بالونه بالمختصر المفيد وتيجي نفخاها جوه الفالف الاستينوتيك ده، فتبدا تقطع الفايبروس تيشو او الاستينوزس اللي موجود ده، فالايه فالفالف يفتح شويه حاجه مؤقته. طبعا اي استينوتيك الريكرنس بتاعه عالي جدا لو ما اتغيرش، فهيرجع يحصل له استينوزس تاني، بس انت بتعمل حاجه مؤقته لحد ما تعدي الامرجنس سيتويشن وتشوف العيان هيغير ولا هيكمل ولا ايه اللي هيحصل يعني. فهي جايبه نتائج كويسه جدا في الميترال، نتائجها سيئه في الاورطه بالنسبه للفالفو بلاست اللي هي البالونه اللي بتوسع بيها الفالف.
انما أمم تغيير الصمام بالقسطره جايب نتائج حلوه قوي في الاورطه، العكس بقى، انما لسه ما فيش ملوش نتائج حلوه في الميترال. وصلت؟ أمم أيوة بس تمام. طيب شكرا يا دكتورة عائشة، بارك الله فيك. عفوا. دكتورة شيرين اتفضلي. An 18-year-old man presents with difficulty in breathing while trying out for his university frisbee team. He has always had the mild exertion in Disney in childhood, but put it down to being unfit as a child. There's no family history of sudden death or any other cardiac problem. No examination, his respiratory rate 18, oxygen saturation 96, heart rate 70, blood pressure 126-76, is cylinder and on cardiovascular examinations, rest stroke ejection murmur heard in the left second intercostal space as a sternal age. ECG demonstrates sinusitis, fetal peaked P wave, and prolonged PR interval. He undergo cardiac catheterization procedure. Result as follows: the superior vena cava pressure 75%, inferior vena cava right atrium, the oxygen saturation في inferior vena cava 78 وفي right atrium 90. المفروض تمام. الرايت فنتركل 50/8، البريشر والاكسجين ساتوريشن فيه كان 89، بالمونري ارتري 40/15 والاكسجين ساتوريشن فيه 90، مفيش فرق في البريشر في الاكسجين ساتوريشن. ليفت اتريوم البريشر فيه والاكسجين ساتوريشن 98، الليفت فنتريكل الساتيوريشن 95، بلاد بريشر 130/15، الاورطه 126، البريشر 72 والساتيوريشن 95. وات ذا اعتقد يعني هو هنا الفكره كلها عشان ما انتهش في الارقام الحاجات الكتيره، هو الساتيوريشن زاد في الرايت اتريوم، يبقى في حاجه جابت اوكسجينيتد بلاد من الليفت اتريوم حطيته في الرايت اتريوم. بالظبط، ستيب اب، حصل ستيب اب. السوبير والسوبيريور الاكسجينيشن بتاعهم قليل، فجاه بقى كتير رايت اتريوم، فاكيد انه في اي اس سي دي. بس الاي اس سي دي عندنا هنا سكندم ولا بريميوم؟ هي تمام، هي الاجابه هي الاكسجين سكندم. وسطكم بتاعي صح ولا ايه؟ حاجه كلو تاني للقصه دي كوميونيستي صح؟ ودي فيها تفصيله زياده كده عن بارت 1. هنا بيقسم بقى بيقول لك ان في واحده بتنقل الدم، وفي واحده ما بتجيب من الليفت للرايت، وفي واحده لا، بس مش واحده غايب وواحده لو مش هو الاي سي جي. الاي سي جي في الاكسس في الاي سي جي. ماشي، لو الاكسس هيساعدنا الاكسس كنا البريميوم رايت اكسس كان مكتوب، بس المفروض احنا نبص على البريشر هنا. لا مش البريشر، هي بتهيألي محلها الكندم هي الموست كومن. لا هو قال لك ان بيفرق حسب التغيير في السوبيريور فينا كافا والانفيريور فينا كافا، الفرق بيحصل في دول. هما الاثنين بيحصل فيهم فرق. هو الفكره ان السكندم هي زي ما انت قلت كده هي الاشهر، وهي الجود بروجنوزيس، وهي اللي هي ما بتكتشفهاش. يعني ممكن انت تكتشف واحد عنده 50 سنه عنده سن كبير، سكندم، لان ممكن تلاقي بس بسهوله جدا جدا بتعمل ايكو العيان على 50 سنه داخل يعمل عمليه، تلاقي الرايت فينتريكل بتاعه دايليتد شويه كده، تبدا تبحث تلاقي ان هو كان عنده اوستيوم سكندم من وهو صغير وبعد. فده جود بروجنوزز بنكتشفها اكسيدنتالي، عيان تاكيكارديك، حاجات اللي هي زي دي يعني، انت واخد بالك. ديت بالنسبه للاوستيوم سكندم. اما الاوستيوم بريميوم فهي الاخطر، وهي ما بتجيش لوحدها، يعني صعب ان انت تلاقي اوستيوم بريميوم من ناحيه غالبا الفالفز هتلاقي معاها. صح؟ بالظبط، الله ينور عليك، هي من ناحيه الفالف، يعني هتلاقي فيها حاجه اسمها جزء من حاجه اسمها الاندوكارديال كوشنج، كوشنج ان هي الكوشنج ده اللي هو كان عامل ايه بقى في الامبريولوجي، هو اللي كان عامل الميترال والترايكاسبيد، فالحته اللي فوق الميترال والترايكاسبيد ديت بيحصل فيها ايه؟
ديفكت، فغالبا هتلاقي في مشكله في الاوست في الميترال او الترايكاسبيد في الوقت ده، فغالبا العيان مش هيوصل ومش هيبقى ايه، هتلاقي في كريتيريا تانية يعني، والاكسس برضو بيبقى مختلف في الاثنين. فانت خد قسم سكند متوكل على الله لما تلاقي ايه البراميوم هي كانت الايه ليفت اكسس والسكندم رايت اكسس، صح؟ عشان خطيره. واحنا قلنا في الليفت اكسس والرايت اكسس ان كل الحاجات الخطيره مع الليفت، الناس ايه، او كل بالظبط. الحاجات الصعبه مع الليفت. This young patient has a step up in his oxygen saturation between spirovena cava and ferrovena cava and right atrium. The oxygen saturation remains as blood pressure into the ventricle. There is some evidence of raised the right ventricular pressure. There is this suggests an ACD, of which the most common is ostium secundum defect. There is no evidence of right ventricular outflow obstruction, nor is there a ventricular septal defect suggesting fallot tetralogy. Hypertrophic obstructive cardiomyopathy would give a raised left ventricular pressure and left ventricular outflow obstruction, which is not present in this case. مفيش step down oxygen saturation بين left ventricle aorta suggestions of BDA. Cardiac castration oxygen saturation level question regarding cardiac castration and oxygen saturation level can seem daunting at first, but a few simple rules combined with the logical deduction can usually produce the answer. Let's start with the basics. A deoxygenated blood return from the right side of the heart via superior vena cava and inferior vena cava. It had an oxygen saturation level of around 70%. Right atrium or right ventricle or pulmonary artery normally have oxygen saturation level around 70. Lung oxygenated blood فبيوصل بيعلى من 70 بيوصل ل 98 أو 100%. طيب ال left atrium and left ventricle or aorta should all therefore have oxygen saturation ما بين 98 ل 100%. ال table below show oxygen saturation that was expected in different scenarios. طبيعي ان الرايت سايد بيبقى 70% والليفت سايد بيبقى 100%. في الاي سي دي الاكسجينيتد بلاد في الليفت اتريوم ميكس ذا دي اكسجينيتد بلاد ان رايت اتريوم ريزلتنج ان انترميديت ليفل اوف اكسجينيشن فروم ذا ار اي اون وورد. فهنا عندنا عالي الاكسجين ساتوريشن في الرايت سايد بقى 85 85 انستيد اوف 70 70 70 الاي سي دي. ال VSCD بيبقى فيها oxygenated blood في left ventricle mixed with the deoxygenated blood في right ventricle. The resulting is intermediate level of oxygenation from right ventricle عشان هنا left atrium ال right atrium خلاص هو عدى الموضوع ده. ال connection كان على مستوى right ventricle ومكمل اللي بعد right ventricle اللي هو pulmonary artery. عشان كده نلاقي ال situation بيعلى في pulmonary artery بس ال right atrium spared. في ال VDA بقى ال BDA connect the higher pressure aorta with the lower pressure pulmonary artery. This result in the blood بيعدي من الأورطة للبلمونري. فده بيعلي الأكسجين بتاع البلمونري artery. فبالتالي بنلاقي البلمونري artery هنا لوحده هو اللي عنده echo saturation بتاعه عالي. يبقى connection كان على مستوى الأرتري. تمام؟ ال VSCD with Eisenmenger's زي ما شايف الرايت سايد كله 70 70 70. بس الليفت فنتريكل 100% وبيبتدي يقل بقى ال قصدي الليفت اتريوم بيبتدي يقل بقى في الليفت فنتريكل والاورطه اللي هنا العكس حصل في عند الليفل بتاعت بالظبط. هو الدم مشي من الليفت للرايت فقل الاكسجينيشن في الليفت واللي ما والاورطه واللي بعده بقى لايزن منجر بقى عشان هو من كتر على الضغط عالي في الرايت اكتر من الليفت فهتعكس. في البي دي اي برضه نفس الحكايه بس الكونكشن بيبقى في على مستوى اخر مستوى خالص في الاورطه فنلاقي الديفكت حصل في الاورطه. في الاي اي سي دي لا هو في الاي سي دي عشان بدأ من الاول من اول الليفت فبتلاقي كلهم بيبقوا افكتد الليفت اتريوم والليفت فنتركل والاورطه كلهم حصل ديكريس في الساتوريشن. هي لوجيك يعني ال ASCD تلاحظ ان هي دايما بتاثر على ثلاث حاجات يعني الاتريا والفنتريكل وما بقى وما بقى عشان هو بادئ منها يعني هي دم منها بيوصل لده ده فتعليهم بالظبط الايه يعني السيبتال ديفكت بتاع الاتريا ثلاث حاجات الفنتريكل حاجتين بي دي اي غالبا تبقى حاجه واحده
على مستوى الفيسل، بيج فيسل. Fifty-eight-year-old man is admitted with chest pain and shortness of breath. His breathlessness is worsening, and he has a new oxygen requirement. His past medical history include metastatic melanoma, hypertension, or diabetes mellitus. He has surgical removal of the original myeloma lesion, but now has extensive metastasis. He has been regularly by the palliative care team, as his pain has been very difficult to manage. This is a pulse regular, examination should sound clear in auscultation. The ECG shows sinus rhythm with rate 61 beats per minute, with QT 455. وشست اكس راي ديمونستريت كلير لونج فيلد. ذا ريزلت اوف هيز بلاد تيست كانت كالتالي: الهيموجلوبين كويس، البليتلت كويس، يعني عليها في شويه ثرومبوسايتوزس، الوايت بلاد سيلز كويس، الصوديوم بوتاسيوم اليوريا عاليه، والكريات وسي ار بي بوزيتيف. وش ذا فولوينج ماي اكونت فور اي سي جي فايندينج نو برولونج كيو تي؟ مين اللي بيعمل في الدراجز دي؟ دون ميثادون. ميثادون بس هو ذكره هنا في حاجه ولا ايه؟ هي عشان باليتيف تريتمنت تلاقيه بياخده. في الباليتيف صح. طبعا الدايجوكسين كان بيعمل اصلا شورتنينج للكيو تي، هو والهايبر كالسيميا، ديجيتاليز والهايبر كالسيميا، والهايبر والثيوتوكسيكوزيس. This man ECG shows prolonged QT interval 455 ملي سكند نورمال فور ميل، بتبقى اقل من 430. الميثادون is now drug commonly used but can be used by a palliative care team for patients who are intolerant to opioid and their pain is unmanageable. One of the side effects of methadone is that it prolongs QT interval, and so is the correct answer. Digoxin is used in management of AF. Digoxin toxicity associated with reverse tic ST morphology change. Anti-emetics such as ondansetron and norepinephrine are associated with prolonged QT interval. يبقى الانتي-emetic اللي معاها QT interval هو الاندستيرون مش السايكليزين. البيسبرولول associated with bradycardia و AV block. الأمليدوبين may cause palpitation and tachycardia but has no effect on the QT interval. Long QT syndrome. It is an inherited condition associated with delayed liberalization of the ventricles. It's important to recognize and it may lead to ventricular tachycardia, trousseau de Poix, and can therefore cause collapse or suddenness. Most common variant, LQT1 or LQT2, are caused by defect in the alpha subunit of the slow, delayed, restifier potassium channel. A normal corrected QT interval أقل من 430 في الميل و450 في الفيميل. يبقى هي مشكلة في potassium channel. طيب, the cause of prolonged QT interval دي حاجات congenital زي الجيرفيل لانج نيلسون سيندروم, دي بيبقى فيها deafness وده بسبب الابنورمال بوتاسيوم channel. الرومانو وورد سيندروم ما فيهاش deafness. طيب الدراجز بقى الاميدارون, سوتالول كلاس 1 انتي اريثميك 1A انتي اريثميك دراج, ترايسيكليك انتي ديبريسنت والاس اس ار اي, الميثادون والكلوروكين, ترفانيدين وإريثروميثين, هالوبريدول وأوندانستيرون. طيب الأذرز الإلكترولايت بقى اللي بتعمل الهايبوكاليميا والهايبوكالسيميا, هايبوماجنيزيميا كل الهايبو دول, الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم, أكيوت إم أي, مايوكاردايتس, هايبوثيرميا والساب أراكنويد هيموريج. لهم هايبو أو صب حافظهم كده. حاجات بتقل. فينيدين ده هو الانتي هيستامينيك اللي انت كنت قلت عليه من كام يوم كده. ايوه بالظبط. هو نان ستاتين انتي هيستامين صح. الفيتشر ماي بي بيكد اب روتين اي سي جي اور فولوينج فاميلي سكرينينج. لونج كيو تي 1 ده اسوشيتد ويز اكزرشنال سينكوب اوفن سويمينج.
يعني بيعمل اكسرسايز او بيعمل حاجه غالبا بيبقى مع السباحه. لونج كيو كي 2 ده سينكوب بيحصل بعد الايموشنال ستريس اكسرسايز اور اديتوري ستيمولاي. طيب والكيو تي 3 اف ايفنت اوفن اوكير ات نايت اور ات ريست وصادن كاردياك ديس. المانجمنت avoid drug which prolong QT interval and other precipitant if appropriate. ما يعملش exercise جامد يعني. والبيتا بلوكرز وimplantable cardioverter defibrillator في high risk cases. يبقى الحاجات اللي بتعمل precipitation سواء drug أو exercise كتير ما يعملهاش, أو البيتا بلوكر أو defibrillator. طيب the usual mechanism by which drug prolong QT interval block of potassium channels is arranged from نوت سوتالول مي اكسسبيد. يعني البيتا بلوكر ممكن نستخدمها بس ما عدا السوتالول, هو نفسه ممكن يعمل لونج كيو تي. السوتالول بيعمل برضه لونج كيو تي علشان ليه بوتاسيوم شانل افكت, بوتاسيوم بلوكر شانل افكت مش بيتا بلوكر بس. هو كان انتي ارزميك صح؟ اشتغل على البوتاسيوم شانل. كانت كلاس ايه بقى البوتاسيوم دي؟ واحد ثلاثة ثلاثة واحد بتاعت الصوديوم صح؟ واحد بتاع الصوديوم منها 1A و B و C هي واحد, وبعد كده اتنين اللي هي بتاعت ايه بقى؟ واحد خلينا في بيتا بلوكر, في الكالسيوم تشانل وفي البيتا بلوكر, وفي اللي هي البوتاسيوم تشانل بلوكر. في بوتاسيوم, في بوتاسيوم تشانل بلوكر, وفي كالسيوم تشانل بلوكر, وفي اللي هي الصوديوم تشانل بلوكر, وفي اللي هي هم دول دولتا كده ثلاثه مش كده؟ هم بتهيألي اربعه كلاس صح؟ هم اربعه. الرابعه ايه مش ومنهم واحد واحده كانت واحده بيتا بلوكر, واحد كالسيوم, واحده صوديوم, واحده بوتاسيوم تشانل. بالظبط. وايه بقى والصوديوم ده بيتقسم بثلاثه لثلاثة A و A و B و C تقريبا. A 58-year-old woman was referred to the acute medical unit with headache and hypertension. She had no history of fever, neck stiffness, limb weakness, seizure or blaring of her vision. The pulse rate 70, the blood pressure 200 على 110, the heart sound, chest examination, abdominal neurological examination كله طبيعي. الفندوسكوبي برضو كان طبيعي. يبقى هي عندها بس ضغطها 200 على 110 وعندها headache. بس مفيش بقى, مفيش نيورولوجيكال مانيفيستاشن, مفيش لمبوكسنج, مفيش سيجر, مفيش بلورينج اوف فيجن, مفيش انكفالوبس يعني. طيب الهيموجلوبين بتاعها 13, بليتد كويس, وات ذا سيلز, يوريا, كريات, اي سي جي نورمال, سيلز سيل مش اكس ري نورمال, كل حاجه تمام. واز ذا بيست انيشال مانجمنت. هي عندها 58 سنه. ما عندها اند اورجان دامج, خلاص تبدا اورال يعني مش ايمرجنسي. مش معقول الحاله, انا سرحت شويه معلش. الموضوع ايه؟ هو هايبرتنسيف, ضغطها 200 على 110, ما عندهاش اي اند اورجان دامج, ما فيش انكفالوباسي, هارت ريت كويس, بقيت كل الاكزامينشن طبيعيه وكل تحليل ده كده. نزل سلولي جدا الضغط, نزله ونروح. كابتوبريل بقى ولا لابيتالول ولا الصوديوم نيتروغليسرايد كان عشان بنقدر نكمل. ما فيش صوديوم يعني, هي مش هايبر, ما فيش انكفالوباسي, ما فيش حاجه, هو ما فيش ايرجنت بس. ده اورال يا باشا, ده تاخد اورال, خليها تاخد اورال امليدوبين. السابلينجو ان في ديفين ده بيعمل صاد الكاردياك ديس, بيموت يعني. اللي احنا كنا بنستخدمه في مصر كبسوله, كبسوله اللي كان الناس بتحطها في سن السرنجه وتحطها تحت اللسان, ده بيموت صادن كاردياك ديس. الانترافينوس صوديوم نيترو بروسايد ده لو في انت عندك هايبرتنسيف ايمرجنسي, انما انت هنا بتتكلم في ايرجنسي تمام. الانترافينوس جراس هو نفس النظام يعني, انترافينوس الترايديل ده هو النيترو بروسايد, الاثنين دول نفس القصه يعني. اللابيتالول ده برضو من الحاجات لو في عندك امرجنسي, خاصه لو بري كلامز يعني, فهيبقى اورال لان احنا ما عندناش ولا في اي دمج او حاجه نيورو في الكيس, مفيش. فعلا.
طب في الريل سيتويشن ده الفيرست تشويس دكتور محمد؟ في الريل سيتويشن ككارديولوجي ولا كطوارئ وبطنه؟ طوارئ بقى. طوارئ على طول بيحطه تحت اللسان، كابوتن تحت اللسان، وده حاجه اختراع يعني، واتضح ان انا اكتشفت ان العالم كله بيعمل كده يعني. انما انا لما بدخل حاله ضخمه، لا انا 200 عايزه الصح يعني، انا شخصيا صح لما بالنسبه بدخل لكم ايه؟ حاله 200، ما انا بقول لحضرتك اهو، انا لما ادخل حاله عندي 210 ولا 200 انا بديها اورال، بديها اورال كومبايند مثلا حاجه اكس فورج ولا حاجه، تاخدها وتاخد ساعتين واشوف الدنيا فيها ايه، هتمشي الموضوع هيمشي ازاي، طالما ولا في اي دامج ولا في بليرنج اوف فيجن ولا في اي حاجه، واطمنت بالسي تي لازم ادي مفيش كومبايند حاجه، ولا ممكن ادي والعيان اورال عادي كابت بريلا عادي؟ والله هو الجايد لاين الاخيره بتقول ان الكومبايند احسن من لو العيان ستيج 3 يعني، او يعتبر سيفير هايبر تنشن مش اللي هو المودريت، تبدا بكومبايند بدوز اقل ايه عشان مثلا؟ قد ايه تتلافي مثلا؟ السايد افكت، السايد افكت بتاع بدل ما تروحي، كان الاول يقول لك ايه كملي لحد الماكسيمم دوز من كل دواء، يعني تبداي مونو سيرابي وتزودي لحد الماكسيمم دوز، ما جابش نتيجه تكملي تبداي الدواء اللي بعديه، لا دلوقتي الافضل الكومبايند بيل كمان علشان الكومبلاينس بتاع العيان، فانت بتبداي بالايه؟ بالكومبايند، يعني مثلا تدي الاكس فورج ده مكون من اربز مع كالسيوم شانل بلوكر مع كمان في دايوريتك، في نوع في دايوريتك، فانت لو عايز تبداي الثلاثه مع بعض تلاقيهم في العيان السيفير اورا العادي خالص مفيش اي مشكله، وتشوف الدنيا ماشيه ازاي معاك. بس على عكس زمان، طيب زمان كان بتبدا تكملي اه الامبلوتوبين لحد ما يوصل ل 10 الاول، بعد كده تبداي بالبلزارتان لحد ما توصل ل 360، وبعد كده ترجعي تكملي الدواء الثالث وهكذا بس. هو احنا هنا في السعودية ما عندناش كومبايند الا نادر يعني، عندنا هو الفالسارتين ما انا مثلا في السعوديه، هو انا في مع بلد ثانيه، ما انا في السعوديه في الكودايفان اما موجود، كومبايند هنا موجود نادر دكتور محمد. اكس فورج ليه موجود ليه بجميع التركيبات بتاعته، انا شفتها بالظبط الاكس فورج موجود بجميع التركيبات، الحكومة، وده الحكومة تريبل ما سيرابي فيهاش كومبايند. وبعدين يا باشا بس رد، انت بتقول الناس كلها ديوفان بتعمل برضو كده في كابتن منه بريل تحت مميز اللسان. انا قعدت 3 سنين في طوارئ في مستشفى في بالايه، معلش السعودية، مش عمرنا سامعك ما تاني ادينا كابتن بريل تحت اللسان. والله انا بدي اورال، بدي اورال في مصر، بيرجع، في بس انا مصر عايزة اعرف لا لو اورال في ولا تحت نص اللسان ولا معينة كابتن بريل عمرنا في استعملناه جايد في لاين. طوارئ اصلا خالص. لا لو في جايد لاين الجرعة بقى قد ايه يعني؟ انا ببدأ مثلا 12 ونص اورال بكل ربع ساعة، ولا ادي 25 كل نص ساعة، ولا ادي ايه بالظبط؟ 25 ايه مش فاهم، ولو معلش اديت معاه كالسيوم 25 ايه؟ شانل بلوكر ادي قد ايه؟ لا انت كاس مش بكره بتبداي ب 5 مللي جرام اللي هو الاملودوبين، 5 مللي جرام لو انت عايز تدي 5 مللي جرام، ودي وتبداي قد ايه كابتوبريل؟ بالتاني ده ممكن على حسب العيان، لو مثلا ما لا كابتوبريل ده بلاش، كابتوبريل ده الهاف لايف بتاعه 4 ساعات، يعني بتاخد ماشي، ما انا عندي عشان يجيب ايرجنسي. نتيجه لازم تاخد 3 4 مرات في اليوم. ايه؟ لا انا عندي دلوقتي ايرجنسي، انا عندي بيشنت انت عندك انت ضغطه عالي في لو ضغطه الطوارئ. 200، لو ضغطه 200 ايوه، ما هو لو ضغطه 200 على 100 ومعهوش اي حاجه تانيه ولا اي حاجه ولا في ريحه الايرجنس، يعني هو ضغطه 200 على 100 ومعهوش اي حاجه وانت مطمنه، ولا في ويكنس ولا في ديزنس ولا في مش ما هيدك انا ولا في هديله اي حاجة حاجه من الحاجات وتسيبه دي. عندي لحد ما ينزل، مش هروحه هو كده. انا عادي، انا بروح ناس 180 و200 عادي خالص، المشكله يعني هنا في السعودية؟ ما فيهاش مشكله خالص. طب يعني هو لو جالي ب 200 سهايل وعلى 100 وستيبل، اقول له ياخد الاورال بس. ميديكيشن بتاعته نفسها، ياخد كمان دوز؟ لا لا هو بقى هو جاي على الاورال، هو خد الاورال بتاعته بتاع اليوم واخدها، ولا واخد ما كل خدش؟ حاجة، واخد كل خلاص أدويته، تزود. وجاي لي دلوقتي مرتفع بس ستيبل، اقول له ريبيت الدوز هتتاكد بتاعتك. بس ان هو، هتتاكد بس ان هو خد الجرعه. تاني حاجه هتضيف له بقى، لو هو مثلا بياخد كومبايند بياخد دول سيرابي، هتضيف له التالت على حسب بقى الشرط اللي احنا كنا لسه بنقول فيه دلوقتي، لو هو بياخد نوع واحد هتضيف له النوع الثاني وهكذا، يعني تضيف له طب الاد اون. لو هو كله ستيبل، هل انا محتاج قبل ما انا اقول له امشي، هل اعمل له سي تي الاول وهو ستيبل؟ هل محتاج اعمل له سي تي؟ لو عيان اولد ايج، ايوه لو عيان اولد ايج، لو عيان اولد ايج وجاي لك باي سيمتوم ايا كانت تعمل له سي تي، يعني لو سيمتوم هيديك ديزنس بليرنج طب فيجن تاخد منه دي. هل الهيدك لوحدها هايبرتنسيف، وهيدك لوحدها هل دي تعتبر ان هو كومبليكيتد، داخل في كومبليكيشن لو هيدك فقط؟ فقط لا غيرها لا ما اعتبرهاش، لان كده كده ده مع البلود بريشر عادي،
يعني تمام. لوحدها بس. بس هو ايوه صعب ايوه ان انت تلاقي عيان بهيدك، تلاقي يقول لك بليرنج اوف فيجن، انا حاسس مش عارف بطنين في ودني، حاجات كده يعني، بتلاقيه بيقول لك الكلام ده. بس فهي ده ده الموضوع المقصد. بس ان هو طالما العيان ستيبل ما فيهوش اي حاجه، ابدا معاه اورال، ما فيش اي مشكله خالص منه مشكله. انا بدخل العيان ب 210 كمان، عشان انا بس مشكلتي ان انا في مستشفى برايفت، لما بدخل العيان ب 210 بديله قرص واحد اورال، بعد ساعتين بتلاقي ضغطه زي الفل. بس تمام.27-year-old man present to the emergency department. He was recently discharged following an internal fixation of his left tibia. The fracture occurred due to fall whilst intoxicated, and he broke his leg as he landed on the pavement. He has returned because he experienced a sudden onset of shortness of breath and became concerned. He has no cough or chest pain. He has no previous medical problem. Medication, بياخد كودايين وبرامول. Post-operative analgesia that was discharged on. He deny any allergies. Observation, عنده hypoxia, saturation 92 on room air, and otherwise unremarkable. البلد تيست انكلودينج الفاستنج الفول بلد كاونت واليورين الكترولايت والسي ار بي كله زي النورمال. كلينيكال اكزامينشن ريفيل ليفت سايدد كريبيتيشن اند ذير از سويلينج اند تندرنس اوف هيز ليفت كالف. ذيس واز ذا سايد اوف هيز اوبريشن. شست اكس راي ديمونستريت سمول ليفت سايد بلورال افيوجن كوزينج بلانتنج اوف ذا ليفت كوستوفرينيك انجل. نو سي تي او الترا ساوند سكانينج از افيلبل الساعه 3 فجرا. طيب what's the most appropriate and next step؟ هل treatment dose ولا wait till morning order CT angio ولا immediate drainage of fusion ولا wait to monitor the ultrasound guided drainage of fusion ولا wait morning then order ventilation؟ هذا يعني أكتر حاجة treatment dose. يذكر واخد قد إيه كده هو؟ وعنده tenderness وعنده fixation دي history of operation يعني بتهيألي كده واخد له مثلا 4.5 في السكور يعني. فاحنا ندخله في السيتي بالموناري انجيو، فانا هدي له ابيكسيبان الاول صح؟ قبل السيتي بالموناري انجيو هندي له ابيكسيبان على طول. ندي ابيكسيبان صح، لو طلعت بوزيتيف نكمل. اللي هو انتر meaning time على ما meanwhile strong suspicion of pulmonary embolism but delay in the scan start on treatment dose anticoagulant meanwhile. على ما تعمل يعني اديله التريتمنت دوز. correct answer is treatment dose abixaban. this is a young and fit patient who was presented with sudden onset of shortness of breath with a swollen cough following immobilization and surgery. The most likely diagnosis is pulmonary embolism with DVT. The clinical likelihood is very high and therefore immediate treatment is appropriate as the patient is hypoxic. Waiting to confirm the diagnosis would be done, but it's more appropriate to start the treatment first. The effusion is most likely secondary to an embolus and unlikely to be responsible for the level of hypoxia as it is small in X-ray. يعني الفيوجن اللي موجودة صغير مش ده اللي هي significant نوع من الهايبوكسيا. طيب الانفستيجيشن احنا قلناها لا قلناها نعديها، بس يعني الجدول ده يعني سريعا كده بص. clinical sign في clinical sign و symptom of DVT يعني minimal leg swelling و pain و palpation of DVT of with palpation of deep vein ده ياخد ثلاثة. في alternate diagnosis is less likely يعني كل حاجة بترجح ان هو ما فيش alternate diagnosis ممكن يعني افكر فيه. الهارت ريت ودي اللي هي غريبة ان هو مش ديزنيا، لا الهارت ريت اكتر من 100 بيت بير مينيت بيبقى 1.5. immobilization for more than 3 days or surgery for the previous 4 weeks. هو ده كان عنده surgery في previous 4 weeks فاخد 1.5.